تقنية التوافق الذبذبي عبارة عن طريقة تستخدمها لتحقيق أهدافك وأحلامك اللي أنت تتمناها. شلون أنت تتواصل مع أهدافك، شلون أنت تتوافق مع الآخرين، هي عبارة عن تقنية لاستخدام قانون الجذب. في الحقيقة قانون الجذب يعمل في المرحلة الأخيرة، هي عبارة عن تقنية نستخدمها في تحقيق أهدافنا من خلال الذبذبات. قانون الجذب نفس ما قلنا وذكرنا في السابق أنه يعمل مع الذبذبات. شنو أنت ترسل من vibration، الفايبريشن هذا يجذب لك فايبريشن شبيه فيه. قانون الانعكاس، كل شيء في الكون هو عبارة عن انعكاسك. أنت في حالة إرسال مستمرة، دائما قاعد ترسل فكرة. الفكرة هذه أن كل شيء نبيه موجود، سواء فلوس، زوج، عمل، سفر، أي فكرة إحنا نبيها موجودة في الكون. سيارة، لو أنا أبي مثلا سيارة معينة، هل السيارة هذه موجودة ولا مو موجودة حاليا؟ موجودة بكثرة، موجودة بالكويت، موجودة في السعودية، في الإمارات، موجودة في كل دول العالم، كميات كبيرة. لازم أرسل رسالة أن هذا الشيء عندي. فكرة باختصار أن إحنا نجمع طاقة، بعد ما نجمع طاقة نركز على الفكرة اللي إحنا نبيها بافتراض أن كل شيء نبيه موجود. بعد ما نركز على الفكرة اللي إحنا نبيها نبتدي نعدل الفايبريشن فيها من خلال هذه التقنية. بعد ما نعدل الفايبريشن فيها نستخدم طاقة الألوان، لأن الألوان لها تأثير كبير. اللون الأصفر غير عن اللون الأزرق، وأنا أستخدم اللون الأزرق لأنه يثبت الطاقة لمدة أكثر. بعد ما نخلص كل هالعملية هذه، طبعا العملية تحتاج تقريبا من 2 إلى 3 دقائق التمرين، بعد ما نخلص كل هالعملية هذه نحقن هذه الطاقة في الداخل في أحد مسارات الطاقة. ليش نحقنها في الداخل؟ نفس ما قلنا في قانون كوني اسمه قانون الانعكاس. الخارج ما هو إلا انعكاس لما في الداخل. إذا احنا ضبطنا في الداخل راح ينعكس علينا الخارج. جميل، هذه هي فكرة التوافق الذبذبي. من خلال هذا التمرين أنت تقدر تتواصل مع أفكارك وأهدافك ورغباتك في طريقة أكبر من قانون الجذب. وهو في الحقيقة هما ما يختلفون عن قانون الجذب. قانون الجذب موجود والتوافق الذبذبي ما يعمل إلا عن طريق قانون الجذب، لكن هذه طريقة تساعدك في تحقيق أهدافك. من خلالها راح نستخدم قانون الجذب في آخر شيء.